نعم أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل: بت خارج مزدلفة جهلا مني بالحدود، ماذا علي وقد أديت الحج العام الماضي؟ يا أخي، مزدلفة واضحة وعليها علامات، وبإمكانك تسأل الناس، فأنت تركت واجبا من واجبات الحج وفرطت، فعليك أن تفدي، تقدم فدية، تذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرم كفارة عن ترك هذا الواجب. نعم. يقول: ما رأي الشيخ صالح في من يقصر للعمرة من بعض الرأس فقط؟ لا بد أن يعمم الرأس ولا يكفي بعض الرأس، محلقين رؤوسكم ومقصرين، فجعل التقصير بدلا عن الحلق، والحلق يعم الرأس كله، فلا يحلق بعض رأسه ويترك البعض، كذلك لا يقصر من بعض رأسه ويترك البعض الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يا شيخ عن الحج، يقول: هل يكفي طواف واحد وسعي واحد بالنسبة للقارن، وأيهما أفضل للحاج من جهة الأنساك، المتمتع أو القارن أو المفرد؟ القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد للحج والعمرة، لأن العمرة دخلت في الحج في حالة القران، والأفضل التمتع، أفضل الإنساك هو التمتع، أن يحرم بعمرة ويؤديها ويفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج بعدها. نعم، هذا أفضل. يسأل هذا يقول: بالنسبة للذي يسب الغبار فضيلة الشيخ ويتبرم منه. لا يسب الغبار ولا الريح، لأن هذا سب لله جل وعلا الذي خلق هذا الشيء وقدره، فإنه يصبر ويعتبر أن هذا بقضاء الله وقدره. في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم نقل القبر، فيوجد في قريتنا مقبرة قديمة ومنها يمر الطريق ولا يوجد طريق آخر، هل تنقل القبور التي نمشي عليها؟ لا بد أن يكتبوا هذا السؤال لسماحة المفتي ويقدم للجنة الدائمة لدراسته مع تقرير واف عن هذا الواقع. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. تفضل، الله يحفظك. الحين يا شيخ، الشيخ يسمعني الحين؟ نعم يا اخي. اذا علي يمين كفاره وبعطيها زوجتي، هل يصلح هذا الشيء او لا؟ طيب، واضح؟ واضح. لا يصلح هذا الشيء، لا تعطي الكفاره زوجتك، لان زوجتك يجب عليك الانفاق عليها، فلا تجعل الكفاره بدلا عن النفقه عليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: ما الفرق بين قولنا ماء طاهر وماء طهور؟ الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وأما الماء الطهور فهو الماء الذي هو طاهر في نفسه ويطهر غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت يا شيخ تقول: بالنسبة لدم الحيض ودم الاستحاضة، هل نصلي في كلتا الحالتين؟ الحيض لا يصلى فيه ولا يصام فيه، وأما الاستحاضة فإنها طهارة، صلي فيها وتصوم فيها وتصلي أيضا. نعم. يقول السائل: ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو يدعو على من لا يستحق الدعاء، فإن هذا ظلم وعدوان، أو يدعو بشيء لا يصلح له، يدعو بطلب شيء لا يصلح له ولا يليق به. نعم. تقول السائلة: هل على المرأة أذان وإقامة؟
لا، الأذان والإقامة مشروعان للرجال حضرا وسفرا، أما المرأة فليس عليها أذان ولا إقامة. نعم. أبو محمد يقول: نحن الآن في البر وعلى مسافة 80 كيلومتر من الرياض يا شيخ، هل يصح في حقنا الجمع والقصر؟ إذا كنتم تقيمون 4 أيام فأقل، أو لم تنووا إقامة محددة، فلكم القصر والجمع، لكن ما دمتم نازلين فإنكم تصلون قصرا بلا جمع، تصلون كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال نزوله في منى أيام الحج. نعم. يقول الشيخ: ما تعريف اللقطة وما أبرز الأحكام فيها؟ اللقطة هي المال الضائع، المال الذي له قيمة وتتبعه همة أوساط الناس وهو ضائع من صاحبه، فهذا هو اللقطة، فحكمه أنه يحتفظ به واجده ويعرفه سنة لمدة سنة في مجامع الناس. نعم. يقول الشيخ السائل: ذكر مناقب الميت عند دفننا في المقبرة لهذا الميت وذكر المحاسن اعتبارا من حديث اذكروا محاسن موتاكم. لا، لا يذكر، هذا بدعة، ولا يذكر عند الدفن شيء من أحوال الميت، وإنما يدعى له، يستغفر له، يعني على انفراد، كل واحد يدعو له ويستغفر له منفردا ولا يكون بصوت جماعي. نعم. يقول: بيع السلم يا شيخ، ما تعريفه وما حكم بيع ما لا نملك؟ بيع السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وهو رأس، وهو الثمن الذي يشتري به السلع، وتأجيل المثمن وهو السلع إذا كانت توجد عادة عند الحلول. نعم. وبيع ما لا نملك يا شيخ؟ بيع ما لا يملك لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام: لا تبع ما ليس عندك. نعم. يقول السائل أبو عبد الله: الشيخ صالح حفظكم الله، العام الماضي حج أخي وهو مريض، وهي حجة الإسلام، ولكنه لم يبت يوم عرفة، لم يبت في منى، ولم يرمي الجمار، ولم يطف طواف الإفاضة، ورجع إلى البيت للعارض الصحي. نعم، رجوعه إلى البيت أو إلى المستشفى لأجل المرض لا بأس به، ويسقط عنه المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى بسبب مرضه أنه لا يتحمل ذلك، هذه واجبات تسقط عند العجز عنها. نعم. يقول السائل: يا شيخ، بالنسبة لمعرفة الله والخشية منه، كيف تتم وكيف تتأتى للمسلم؟ على المسلم أن يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن وتدبر القرآن، ويحصل له بذلك الأجر والثواب من الله، وأما الخشوع فهذا منة يجعلها الله في قلب العبد، لكنه إذا أكثر من ذكر الله وتصور الآخرة والجنة والنار، هذه أسباب للخشية والبكاء من خشية الله. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، هل للشخص أن يرقى نفسه بنفسه، وما طريقة الرقية؟ يرقي نفسه بنفسه، نعم هذا أحسن، ويقرأ على نفسه الفاتحة فإنها رقية، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وما تيسر من القرآن، وينفث على نفسه بذلك، وهذا أحسن من أنه يطلب من غيره أن يرقيه. نعم. أحسن الله إليكم، نعد الطعام ونقوم بتوزيعه على
أهل الميت عندنا لوفاة شخص أو قريب أو قريبة، فما حكم إعداد الطعام لهم؟ على قدر حاجتهم، هذا السنة. قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، لما استشهد رضي الله عنه، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. فتقديم الطعام لأهل الميت في بعد موته وهم محزونون عليه، هذا من السنة، لكن بقدر حاجتهم. نعم. هذا الأخ يسأل، يقول الشيخ صالح: ما رأي الشرع في نظركم الشيخ في ربط المعدة، وذلك للتخسيس أو تنحيف الجسم؟ والله هذه أمور طبية يراجعون فيها الأطباء. نعم. بيع الرجل للذهب بالتقصير على آخر، ما حكمها فضيلة الشيخ إذا كان كل منهما ثقة؟ إذا باعه بذهب مثله أو باعه بفضة أو بنقود ورقية فلا بد من التقابض ولا يجوز التأجيل. نعم. أحسن الله إليكم. التوسل هل هو جائز، وما هي شروطه، وإلى كم ينقسم؟ التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذا مشروع، أمر الله به في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو التوسل بأسماء الله وصفاته. وكذلك التوسل بدعاء الصالحين، بأن تطلب من صالح حاضر عندك أن يدعو الله لك، كما طلب عمر رضي الله عنه من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالسقيا. نعم. أبو عبد الله تفضل معنا على الخط، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، عندي طال عمرك سؤال. تفضل. طال عمرك، مثلا إذا صحيت الصباح بعد مثل إذا دخلت المسجد، ما حكم إذا دخلت المسجد وهم كلبان أو حلاوة أو ما فهمت السؤال؟ يقول طيب، عندي مشاكل بالمعدة وزي. يقول فضيلة الشيخ: أدخل المسجد وفي فمي بعض قطع اللبان أو حلوى للصلاة. لا تصلي وفي فمك طعام، لا تصلي وفي فمك طعام، نظف فمك من الطعام ثم ادخل في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل الذي عنده سلس البول كيف يتعامل مع الصلاة؟ إذا كان حدثه دائم والبول لا يقف فهذا حكمه حكم الحدث الدائم، يتوضأ إذا أراد يستنجي، ثم يتوضأ إذا أراد أن يصلي ويصلي في الحال. نعم. جزاكم الله خيرا. من فاته الوتر يا فضيلة الشيخ كيف يقضيه؟ يقضيه في النهار ويشفعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة أو ثنتي عشرة. إذا فاته الوتر في الليل قضاه في النهار ويشفعه، فيجعله يجعل الإحدى عشرة ثنتي عشرة، ويجعل الثلاثة عشرة يجعلها أربع عشرة، كل ركعتين بتسليم. نعم. هل ورد هذا الحديث: إن الله لا يمل حتى تملوا؟ نعم، ورد هذا الحديث بأن المسلم عليه أن يدعو الله وأن يكثر من الدعاء، فإن الله لا يمل من سماع دعاء عبده وإجابته حتى يمل العبد، وهذا من باب المقابلة. الله جل وعلا لا يوصف بالملل، لكن هذا من باب المقابلة، مثل نسوا الله فنسيهم يسخرون منهم سخر الله منهم. نعم. أحسن الله إليكم. ما المراد يا شيخ بالوسيلة والفضيلة دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قصر في الجنة، هو قصر في الجنة، تطلب من الله أن يجعله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من سأل الله الوسيلة للرسول حلت له الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. هل نقرأ القرآن يا شيخ ونمسه بدون وضوء؟
بحائل من وراء حائل لا بأس، أما مباشرة تمس المصحف مباشرة وأنت على غير وضوء هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. يقول: بالنسبة لصلاة الاستخارة، هل هي في عمل معين أو في العبادات؟ الأمور الهامة، الأمور الواضحة المصلحة فيها مثل الأعمال الصالحة لا يستخير فيها، إنما يستخير في أمور من أمور الدنيا وهو لا يدري هل يفعلها، هل الأحسن أنه يفعلها أو يتركها، مثل زواج، مثل سفر، مثل مشاركة شخص، يستخير الله عز وجل في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الزوج عنده غضب وسريع التعامل مع الزوجة والزوجة تصبر عليه مع أنها محافظة على واجباتها الشرعية، هل يتضاعف لها الأجر؟ بلا شك، إذا صبرت عليه وقامت بحقه فلها الأجر العظيم في ذلك، لأن هذا من حسن العشرة الصبر. نعم. يا شيخ، يقول السائل: بالنسبة للقارن، هل يكفي له طواف واحد وسعي؟ بلا شك أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد لحجه وعمرته، لأن العمرة دخلت في الحج وصارت أعمالهما واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة، يقول فضيلة الشيخ، للأطفال الذي ماتوا وهم صغار حيث توفي لأخي 3 من الأبناء، هل يشفعون له يوم القيامة؟ إذا صبر واحتسبهم على الله سبحانه وتعالى فإنهم يشفعون له كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، هذا يسأل عن قيام ليلة الجمعة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة إذا كانت الأسرة تعمل ذلك باستمرار. أما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها فهي مشروعة، وأما تخصيص ليلة الجمعة بالقيام دون غيرها فهذا بدعة. نعم. بالنسبة فضيلة الشيخ، يقول: للذي يجعل من يوم الجمعة السفر إلى أهله وذويه ويترك جمعة ويسافر جمعة، إذا كان يسافر قبل الزوال فإنه يجوز، لكن ما يجعل هذا عادة مضطردة إلا إذا كان في طريقه جمعة تقام فيصليها مع المسلمين، وإذا لم يكن في طريقه جمعة فقبل الزوال يكره السفر وبعد الزوال يحرم السفر. نعم. الأخت السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن ترفع يديها عند الركوع والسجود في الصلاة كالرجل؟ نعم، لا بأس بذلك، لكن تكون مستورتين، تستر يديها وترفعها عند الركوع، وأما عند السجود فلا. نعم. معنا بعض الأسئلة قبل أن نختم هذا اللقاء. يقول السائل: ما حكم صيام يوم الشك ولماذا؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا لم يرى الهلال لغيم أو قتر، هذا محل خلاف من العلماء من يجيز صيامه، ومنهم من يمنع من صيامه وهو الصحيح، لا يصام يوم الشك. في الأثر: الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يصام يوم الشك على أنه من رمضان. نعم. بقي سؤالان. من ترك الرمي في اليوم 12 ظنا منه أن هذا يوم التعجل وغادر ولم يطف للوداع، فما الحكم يا شيخ؟ هذا ترك واجبات، ترك الرمي في اليوم 12 بعد الزوال، وترك طواف الوداع، وترك رمي الجمار، فهو ترك واجبات، فعليه فدا عن كل واجب، يقدم فدية في مكة يذبحها للفقراء. نعم. أخيرا، هل للعمرة طواف وداع؟
أحوط، إذا طاف لها فهو أحوط، أما الوجوب فلا يظهر الوجوب للعمرة، إنما هذا للحج. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر الحجاج بطواف الوداع، وقال لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، هذا في الحج. بعض العلماء يقول والعمرة مثلها، لأن العمرة حج أصغر، الله أعلم. لكن ما في شك أن الأحوط والأحسن أن يطوف للوداع للعمرة. نعم، جزاك الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء شيخ صالح الفوزان على تفضلك الحقيقة بالإجابة على الإخوة والأخوات في هذا البرنامج فتاوى على الهواء. رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر زملائي في مكتبة الشيخ الذين رتبوا هذا اللقاء، كما أشكر زملائي معي في الاستوديو من الفنيين والمخرجين. ناصر البقمي مخرج هذه الحلقة، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله.